يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تحية طيبة لكل متتبع قناة دواجن أبو علي، حياكم الله جميعا. أولا إخواني الكرام، وقبل البدء في هذا الموضوع، نعتذر عن التأخير وعن الإطالة في الغيبة لأسباب شخصية، أسباب صحية بالضبط، فنعتذر منكم وجزاكم الله خيرا. فإخواني الكرام، تكملة لما قدمناه في الحلقة الماضية عن التلقيحات أو التطعيمات كما يسميها بعض إخواننا وأهميتها للدجاج، فسواء دجاج اللحم أو الدجاج البياض أو الدجاج البلدي أو أي سلالة أخرى كيفما كانت، وليس الأمر خاص فقط عن الدجاج، بل هناك تلقيحات أخرى وبرامج تلقيح خاصة ببعض الطيور أيضا. لكن حديثنا بدأناه عن التلقيح بصفة عامة وأهميته، وذكرنا أن التلقيح أو التطعيم هو تحصين ضد بعض الأمراض أو الفيروسات لحماية الطائر منه، وأن هذا التلقيح يعتبر وسيلة فعالة واستباقية لمنع أو التقليل من بعض الآثار الضارة لبعض الأمراض، وهذا ما ذكرناه سابقا، والتي يمكن أن تسبب مشاكل كثيرة في قطع الدواجن. وأن هذا اللقاح أو التلقيح وفي حد ذاته فيروس تم تضعيفه في المختبرات، مثلا التلقيح ضد نيوكاسل يكون بالفيروس نفسه، لكنه يعطى تحت ظروف معينة، مثل أن يعطى للطائر السليم وليس للمصاب. وهناك أنواع كثيرة من اللقاحات بعدد أنواع الفيروسات والأمراض والتي تصيب الدجاج، لكن هناك تلقيحات معينة هي الأهم، وهي التي تصيب الدجاج في الغالب، وهي التي يتم الوقاية منها. فالدجاج هو جيد في حماية نفسه، لكن لا بد من مساعدته على البقاء بصحة جيدة، وذلك عن طريق تحصينهم من الأمراض. لذا فنحن نقدم لهم أفضل حماية ضد الأمراض المختلفة. لكن يجب أن نعلم أن الدجاج الذي يرعى، وخصوصا الدجاج البلدي، أي دجاج يرعى فهو بلدي، والذي لا يحتاج إلى التلقيحات، ربما يمكن أن لا نعطيه تلقيحات إذا كان يتمتع بمرعى شاسع ويقتات من الطبيعة، فهو حينها يقوي مناعته مما يقتات عليه، لكن هو في الأصل من الأفضل أن يحصن ويلقح ضد هذه الأمراض. لكن إذا كان محبوسا في منطقة محدودة أو داخل العنبر، يعني في تربية مغلقة وهناك كثافة من حيث العدد، ففي هذه الحالة يعتبر عدم تلقيحهم مغامرة، وخصوصا إذا كان عندك مشروع يفوق 200 أو 400 طائر، فحين يكون لزاما على المربي أن يعطيهم كل التلقيحات حتى وإن كان قد اشتراهم من أماكن متفرقة وبأعمار متفرقة. وسنتحدث إن شاء الله تعالى لاحقا عن كيفية اختيار الدجاج المناسب للبدء بمشروع ناجح ومربح. فسواء كانت أو كنت أنت هاوي تربية الدجاج أو محترف في التلقيح، لا بد منه، وخصوصا كما قلنا إذا كان العدد كبير أو كان الدجاج يربى تربية مغلقة أي داخل العنابر. ويبدأ التلقيح من اليوم الأول بعد خروجهم من البيضة، وفي التربية الحديثة يلقح الكتكوت في البيضة قبل خروجه، وهذا في المصانع الكبيرة، وهذا النوع من التلقيح يكون خاص بالفقاسات، حيث يمكن تحصين أعداد كبيرة جدا من الطيور داخل البيضة. لكن قبل التلقيح يجب مراعاة بعض الشروط، وأن لكل منطقة تلقيح معين، يعني أن الشرق ليس كالغرب والشمال ليس كالجنوب. لهذا قبل التلقيح يجب استشارة البيطريين المحليين، وهذا ذكرناه سابقا، لكن من الأفضل أن نعيده ونكرره، وكما يقال كل ما تكرر تقرر. وهناك بعض الإخوة الكرام يقول أن الدجاج إذا تم تلقيحه فلن يصبح طبيعيا ولن يصبح بلديا، وكأنه تسمم، وهذا يخرجه من مسمى البلدي. لكن هذا ليس كلام من له تجربة وخبرة في المجال، وربما لا يدري عن الدجاج شيئا، طبعا مع احترامنا للإخوة المبتدئين، فكلنا ذو خبرة بسيطة وعلم محدود في هذا المجال، فهذا الكلام لا أساس له من الصحة. فأولا يجب أن نعلم أن هناك نوعان رئيسيان من اللقاحات، فهناك لقاحات حية ولقاحات ميتة، وقد شرحنا كل واحدة بالتفصيل تقريبا في الحلقة الماضية.
وتتكون اللقاحات من واحد أو أكثر من المواد الفعالة بيولوجيا تسمى مستضادات اللقاحات والمشتقة من البكتيريا أو الفيروسات. فعندما يتم حقن اللقاح داخل الطائر فإنه يعمل بطريقة تجعل الجسم يطور حمايته الخاصة ضد البكتيريا أو الفيروسات التي تسبب مرضا يستهدف هذا اللقاح. وتحتوي معظم اللقاحات حول العالم على مواد مساعدة تسمح للجهاز المناعي بالاستجابة لأي مرض، وبالتالي الدفاع عن الجسد أو الجسم ضد الأمراض والالتهابات التي تستهدف اللقاحات. فهو يتكون من أملاح الألومنيوم زائد الفوسفات وخاصة هيدروكسيد الألومنيوم. فكما قلنا أن هذه اللقاحات هي وقاية وعلاج استباقي ضد الأمراض الفتاكة. فأنا لا أتحدث عن من يمتلك 50 دجاجة أو 100 دجاجة، رغم أنه يدخل في هذا المعنى ويدخل في هذا الإطار، إطار الذين يجب عليهم تلقيح. فليس من الضروري تلقيح هذا العدد الصغير، وخصوصا إذا كانوا يتمتعون بمرعى كما قلنا سابقا، مرعى كبير وتكون مناعتهم تتقوى من الطبيعة، رغم أن تلقيحهم كما قلت أفضل من عدمه. لكن إذا زاد العدد عن 1000 أو 2000 أو 3000 طائر فهذا لا بد من تلقيحهم، والمربي مجبر على ذلك. نرجع ونقول أن التلقيح يبدأ منذ اليوم الأول بعد الخروج من البيضة، وهذه قائمة باللقاحات الأكثر استخداما وكذلك الفترات المناسبة لإدارتها. أول اللقاحات تكون ضد مرض الماريك، هذا يعطى في اليوم الأول، الماريك ولقاح السالمونيلا ولقاح الكوكسيديا، وتعطى هذه اللقاحات ابتداء من اليوم الأول إلى اليوم 21. ثم يليها لقاح التهاب الحنجرة الروماتويدي المعدي، ويمكن أن يعطى للطيور ابتداء من الأسبوع 4 وما فوق، يعني تقريبا الشهر فما فوق. ثم يليها اللقاح ضد فيروس القنبورو، وكنا قد تحدثنا عن مرض القنبورو، ستجدون إن شاء الله حلقة في صندوق الوصف. القنبورو أو كما يسمى مرض التهاب كيس فابريس أو فابريشيوس، ويمكن أن يعطى ابتداء من اليوم 10 إلى اليوم 28. ثم يليه لقاح التهاب الشعب الهوائية المعدية أو كما يسمى عند المربين بالبرونشيت، ويعطى من الأسبوع 16 إلى الأسبوع 20. وأيضا اللقاح ضد مرض الجذري، ويعطى هذا اللقاح ابتداء من اليوم 45 فما فوق. وغالبية المربين الذين يربون دجاج اللحم لا يعطون لقاح الجذري لأنه لن يبقى عندهم في العنبر أكثر من 45 يوما، وهذا اللقاح يعطى فوق 45 يوما بالتحديد، وهذا المرض يصيب الدجاج فوق 45 يوما. أنا يعني أعتدل أن أعيد وأكرر الكلام، لأنه كما قلت سابقا أن كل ما تكرر تقرر، لكن ليس كل أنواع الدجاج يمكننا أن نعطيها هذه اللقاحات، وليس في أي مكان، وهذا سبق وذكرناه في الحلقة الماضية. فهناك لقاحات يمكن أن نطعمها للطائر مرة واحدة في العمر فقط، وهناك لقاحات أخرى يمكن أن نطعمها للطائر على رأس كل سنة. وأهم شيء، ولا بأس، لا بأس أن نعيدها مرة أخرى، ولا بأس أن نعيد التلقيح مرة أخرى. وأهم شيء يجب أن نعلمه هو أنه لا يمكن أن يكون هناك برنامج قار وموحد يعمل به كل مربو الدواجن على وجه الأرض، ليس هناك برنامج قار، ولا يمكن لأي أحد أن يجزم بأي برنامج. ثاني معلومة هو أنه يجب أن تعلم أن بين كل لقاح يجب أن تكون فترة من الزمن أكثر من 5 أيام، وبعد كل لقاح يجب أن نقدم للطائر بعض المضادات الحيوية والفيتامينات، وعلى رأس هذه المضادات الحيوية مادة الأوكسيتتراسيكلين زائد الفيتامينات. لا يمكن أن أعطي اسم منتوج خاص، لكن أعطيكم المادة الفعالة فقط، مادة الأوكسيتتراسيكلين زائد بعض الفيتامينات، وهذا يعطى للطائر بعد كل لقاح حتى يتمكن الطائر من تحمله، تحمل اللقاح، ولا يكون هناك أي آثار مرضية بعد هذا اللقاح، لأن جهاز المناعة حينها يكون مشغولا بالتعرف على اللقاح الجديد، فربما سيستغل الفرصة أي مرض آخر ويدخل، لذا يجب أن نقدم له ما يساعده على التحمل. وختاما يجب أن نعلم أنك إذا كنت تمتلك دجاجا سواء كان 3 أو 3000، هناك العديد من الطرق للحفاظ على صحة الدجاج، وأهم طريقة هي تلقيحهم،
وكما قلنا من قبل تسمى علاج استباقي بتلقيحهم بنفس الفيروس ليتعرف عليه جهاز المناعة فيحاربه إذا أصيب به. إذا فيجب عليك استشارة طبيب بيطري محلي لأنه هو الوحيد الذي يمكنه معرفة الأمراض الموجودة في المنطقة المتواجد بها أنت، ويمكنه أيضا أن يريك أفضل الطرق للقاح. فهذا والله أعلى وأعلم، وأرجو أن أكون قد وفقت في إيصال المعلومة الصحيحة. ما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمن الشيطان. ونعتذر إن أطلنا في هذا الدرس وهذه الحلقة، وكما نقول دائما عند الختام أن الفكرة هي المشروع والعمل الجاد هو سر نجاحه، أما سر استمراريته ونموه فهو التخطيط المسبق وتنسيق الأهداف. والله موفق لكل خير. وفي الختام ما تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب لتشجيعنا، تشجيعنا أيضا على إيصال المعلومة والاستمرار في هذا المجال. وأيضا لمن أراد أن يتوصل بجديد القناة فيجب عليه تفعيل خاصية الجرس، وأيضا لمن أراد أن ينضم لمجموعتنا على الفيسبوك سأترك رابط المجموعة في صندوق الوصف. وللعلم أن اليد الواحدة لا تصفق، لكن بتفاعلكم واقتراحاتكم وتعليقاتكم وردودكم تكون لنا والإخوان المبتدئين عونا ونورا يهتدى به في مجال تربية الدواجن. فلا تنسوا التعليق في الأسفل للسؤال وإغناء المحتوى. فشكر الله لكم مرة أخرى وجزاكم الله خيرا، ونعتذر إن أطلنا عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.